سلامة، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى مع سابورا بانيت. مرحبا بكم في جزء جديد من دروس دعم خاصه بالاعداد العشريه. وصلنا مع بعض الى الضرب في الاعداد العشريه. راينا المفهوم، مفهوم الاعداد العشريه بصفه عامه، ثم الجمع، ثم الطرح، ثم اليوم سنرى مع بعض كيفية إنجاز جذاء عددين، إما أن يكون العددين الاثنين عشريين أو عدد عشري ضارب عدد صحيح طبيعي. حسنا، في كلتا الحالتين سنرى القاعدة أو كيفية إنجاز ذاك الجزاء. ذاك الجذاء هذا يسمى جذاء أو عملية ضرب. حسناً، سنبدأ مع بعض بالحالة الأولى، وهي ضرب عدد صحيح، عدد عشري في عدد صحيح، أي أن الضارب يكون عدد صحيح. كيف سنفعل هذا؟ ببساطة شديدة، لن نستطيع فعل ذلك إلا إذا كتبناها وفق الوضع العمودي، هذا كمبتدئين. أما إذا تدربنا طويلاً وكثيرا سنتدرب أو سنصل إلى مرحلة إنجاز هذا من النظرة الأولى. حسنا، قبل كل شيء عليك أن تكتب وفق الوضع العمودي. أبحث عن هذه الكلمة، إذن 6.17 أضع الفاصل ثم الجزء الصحيح ثم العدد أو الجزء العشري ثم في 21 تكتب الضارب. حسنا، هنا أحبتي، بما أن هذا العدد صحيح طبيعي، فليس مشروطا عليك أو ليس لزاما عليك أن تحول هذا إلى عدد عشري، لا لا، ذاك فقط في الجمع والطرح. أما إذا كان ضربا فهذا سهل جدا، اكتب الأعداد كما هي بالضبط، لا تغير شيئا. حسنا، الطريقة تنجز عملية الضرب كما ننجزها مع أعداد صحيحة طبيعية، لن يتغير شيء أبدا. سنضرب أولا الواحد في هذه الأرقام جميعا، ثم نعود ونضرب الاثنان في الأرقام جميعا، ثم نجمع. انظروا، واحد سبعة ضارب واحد يساوي سبعة، واحد ضارب واحد يساوي واحد، ستة ضارب واحد يساوي ستة. تقول لك لآنستي لقد مررت على الفاصلة دون أن تكتبها. نعم نعم، في الضرب لا نكتبها، نكتبها آخر شيء هي الفاصلة فقط في الضرب أحبتي، أما في الجمع والطرح تنزل مباشرة. حسنا، الآن سنمر إلى الضرب في الرقم الثاني. نضع هنا نقطة أو ضع صفرا، ثم اثنان أو فنقول سبعة ضارب اثنان 14، نكتب الأربعة ونحتفظ بالواحد. واحد ضارب اثنان، اثنان مع واحد 3. ستة ضارب اثنان 12، تتحول هذه إلى عملية جمع بسيطة. سبعة مع صفر 7، واحد مع 4 5، ستة مع 3 9. لا شيء هنا، إذا أردتم قوموا بالموازنة في عدد الأرقام، صفر مع اثنان اثنان، وصفر مع واحد واحد. حسنا، تحصلنا على هذه النتيجة. إذن أين الفاصلة؟ ببساطة شديدة عليك أن تعود عزيزي التلميذ إلى العدد العشري الذي انطلقت منه، أحسب كم رقما وراء الفاصلة واحد اثنان، ثم عد إلى النتيجة أحسب واحد اثنان ثم ضع الفاصلة. أرأيتم؟ في الضرب الفاصلة هي آخر شيء نقوم به، على عكس الضرب وعلى عكس الجمع والطرح، تنزل مباشرة ولا تمر دون إنزالها. هل فهمتم هذا؟ حسنا، النتيجة هنا 129.57. المثال الثاني، لدينا هنا 74.03، أكتب 74.03 في 43، نكتب 43، نبدأ الحساب. 3 ضرب 3
تسعة، ثلاثة ضرب صفر صفر، ثلاثة ضرب اثنا أربعة اثنا عشر، نكتب الاثنان ونحتفظ بالواحد. ثلاثة ضرب سبعة واحد وعشرون مع اثنا مع واحد اثنان وعشرون، ثم ننزل نضع النقطة. أربعة ضرب ثلاثة اثنا عشر، نكتب الاثنان ونحتفظ بالواحد. أربعة ضرب صفر صفر مع واحد واحد. أربعة ضارب أربعة ستة عشر، نكتب الأربعة ونحتفظ بالواحد. وأربعة ضارب سبعة ثمانية وعشرون مع واحد تسعة وعشرون. وازنوا بين الأرقام هنا مع تسعة مع صفر تسعة، صفر مع اثنان اثنان، اثنان مع واحد ثلاثة، اثنان مع ستة ثمانية، اثنان مع تسعة احدى عشر، نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد. وواحد مع اثنان ثلاثة. هذه جميع النتيجة. أما الآن علي أن أعود إلى العدد الذي انطلقت منه، واحد اثنان. لدينا رقمين بعد الفاصلة، سآتي إلى النتيجة واحد اثنان وأضع الفاصلة لتكون النتيجة أحبتي بهذا الشكل. ثلاثة آلاف ومئة وثلاثة وثمانون فاصل تسعة وعشرون. ببساطة شديدة هذه هي الطريقة لإنجاز العملية. حسنا، إلى الأمثلة الموالية بنفس الطريقة. حسنا، لم يتبقى لي مكان للكتابة، سأكتبها هنا. لا بأس، سنكتبها أمامها مباشرة ونكتب النتيجة هنا. لدينا هنا تسعة سبعة اثنان فاصل ثمانية ثلاثة ضارب ثلاثة وثلاثين. ثم ببساطة لا بأس، سأكمل بنفس اللون. ثلاثة ضارب ثلاثة تسعة، ثلاثة ضارب ثمانية ماذا؟ أربعة وعشرون، نكتب الأربعة ونحتفظ بالاثنان. ثلاثة ضارب تسعة سبعة وعشرون، ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون، أكتب تسعة وعشرون تسعة ثم نحتفظ بالاثنان. ثلاثة ضارب سبعة واحد وعشرون، اثنين وعشرون، ثلاثة وعشرون، نكتب الثلاثة ونحتفظ بالاثنان. ثلاثة ضارب اثنان ستة سبعة ثمانية ثمانية، ثم نقطة. ثلاثة ضارب ثلاثة تسعة، ثلاثة ضارب ثمانية أربعة وعشرون، نفس الشيء نفس الشيء، احتفظوا هنا. ثلاثة ضارب تسعة سبعة وعشرون، ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون، سنكتب هنا التسعة ونحتفظ بالاثنان. ثلاثة ضارب سبعة واحد وعشرون، اثنين وعشرون، ثلاثة وعشرون، سنكتب الثلاثة ونحتفظ بالاثنان. وثلاثة ضارب اثنان ستة سبعة ثمانية. عملية حساب بسيطة، النتيجة تكون تسعة ثلاثة عشر أربعة عشر. ثلاثة عشر مرة أخرى، تسعة هنا مع ثلاثة يساوي اثنى عشر، وهنا تسعة. لدي هنا رقمان بعد الفاصل، سآتي رقمان بعد الفاصل. إذن النتيجة تكون تسعة آلاف ومئتان وأربعة وثلاثون فاصل تسعة وثلاثون. هذه هي النتيجة. الآن إلى المثال الأخير. حسنا، سأنجزها بلون آخر حتى لا يختلط علينا الأمر. لدينا هنا فاصل خمسمائة وثلاثة فاصل صفر صفر سبعة ضارب ثمانية عشر. ثمانية ضارب سبعة كم أحبتي؟ أحسنتم، ستة وخمسون، ستة ثم نحتفظ بالخمسة. ثمانية ضارب صفر صفر مع خمسة خمسة، ثمانية ضارب صفر صفر، ثمانية ضارب ثلاثة أربعة وعشرون، أكتب الأربعة واحتفظ بالاثنان. ثمانية ضارب صفر صفر عفوا مع اثنان اثنان، ثمانية ضارب خمسة كم؟ أحسنتم، أربعون، أكتبها كاملة. ثم نقطة وسبعة هنا صفر صفر ثلاثة صفر خمسة، أنا نضرب في الواحد. هنا سأضع النتيجة هنا مباشرة، ستة خمسة
مع 7 12، اكتبوا الاثنان واحتفظوا بالواحد. لدي هنا 0 مع 0 مع 1 يساوي 1، 4 مع 0 4، 2 مع 3 5، 0 مع 0 0، و 4 مع 5 9. نعود الآن و 1 2 3، ولدي 3 أرقام بعد الفاصلة، 1 2 3 ثم نضع الفاصل. ببساطة شديدة هكذا نضرب عددا عشريا في عدد صحيح طبيعي. الآن الحالة التي الأصعب، وهي في الحقيقة ليست الأصعب، إنها بسيطة جدا. سننجز هذه العمليات وفق الوضع العمودي. 24.37 ضارب 7.02. سنكتب هذه الأعداد وفق الوضع العمودي. حسنا، سنكتب ببساطة شديدة فاصل، أولا 24 ثم العدد العشري أو الجزء العشري، ثم نكتب، ركزوا معي، ماذا فعلت؟ رأيتم الفاصلة ليست على نفس الاستقامة. لأبين لكم ببساطة أن في الضرب مكان الفاصلة ليس مهما، لأن الفاصلة لن تهتم بها إلا إذا تحصلت أصلا على النتيجة، وقتها تعود إلى الفاصلة. هل هذا واضح؟ حسنا، سنقوم بالحساب في هذه الحالة. عليك أن تتخيل أن لا وجود للفاصلة وتضرب الأرقام في بعضها كأنك ستضرب 2437 في 702. تخيل فقط في هذه الحالة أن لا وجود لفاصلة، ولكن لن نهمل الفاصلة إلى الأبد. عندما نتحصل على النتيجة النهائية سنعود إليها. حسنا، فلنتخيل أن لا وجود لفاصلة. 2 ضرب 7 14، نكتب الأربعة ونحتفظ بالواحد. 2 ضرب 3 12 6 مع 1 7. 2 ضرب 4 8. انظروا، مررت مرور الكرام على تلك الفاصلة، لم أهتم بها. 2 ضرب 2 4. الآن نضع نقطة ثم نمر إلى هذا. حسنا، جميعها أصفار، نضع هنا نقطة ثم نمر إلى الأخرى. العدد أو الرقم الأخير 7 ضرب 7، لدينا 49. 7 ضرب 3 21 مع 4 نتحصل على 25. نكتب الأربعة ونستحفظ، نكتب الخمسة ونحتفظ بالاثنان. 7 ضارب 4 28 مع 2 يساوي 30، اكتب الصفر واحتفظ بالثلاثة. 7 ضارب 2 14 مع 3 17. الآن فقط سأجمع. هنا انظروا، 4 7 8 مع 9 كم؟ 17. 19، أكتب صفر ثم أحتفظ بالواحد. هنا لدي واحد ثم هنا 7 ثم هنا 1. الآن تحصلنا على النتيجة الأخيرة، إذن حان دور الفاصلة. نعم نعم، قلت لن نهملها إلى الأبد، ولكن الآن سنحتسب عدد الأرقام هنا ثم هنا. تقول الذي هذا ضارب، كيف لنا أن نحتسب؟ نعم، القاعدة تقول عندما تضرب عددا عشريا في آخر عشري عليك بعد الحصول على النتيجة أن تحتسب عدد الأرقام الموجودة في المضروب ثم الضارب ثم تضع الفاصلة عند المجموع. حسنا، لدينا هنا رقم 2 3 4، 4 أرقام، مجموع عدد الأرقام بين العددين ها 1 2 3 4، ثم نضع فاصل. هذه هي القاعدة أحبتي، عليكم أن تطبقوها. نتحصل على 171.077. انظروا، 1 2 3 4، 4 أرقام بعد الفاصلة، وأنا قلت في ملاحظة سابقة أننا غالبا ما نهتم فقط بثلاثة أرقام. إن شئتم اكتبوها الأربعة، لن تغير شيئا، ولكن للاختصار
استعملوا فقط 3 أرقام بعد الفاصل، هذا فقط. إلى المثال الموالي لدينا هذا 31.8 × 5.2، نكتب الفاصلة 31.8 × 5.2. انظروا، لن أهتم بترتيب الفاصلة وليس مهما أن يكون هناك توافق، فقط في الضرب هذا. لا تنسوا هذا، 2 × 8 = 16. نكتب الواحد ونحتفظ بال أنا نكتب الستة ونحتفظ بالواحد. 2 × 1 = 2 × 1 = 3. 2 × 3 = 6. حسنا، نقطة. 5 × 8 = 40. نكتب 1 ونحتفظ بالأربعة. 5 × 1 = 5 × 4 = 9. 5 × 3 = 15. نجمع 6 × 3 كم هذا؟ 15. أحسنتم، 6 × 1. حسنا، نعود الآن ونحسب عدد الأرقام الموجودة بعد الفاصلة. انظروا، لن نجمعهم ولكن نحسب عددها. هذا رقم واحد ثم هذا رقم واحد، 1 × 1 = 2. 1 × 2، إذن النتيجة تصبح 165. 100، أين أنا؟ أنا هنا، دائما أخطئ. 165.36 ببساطة شديدة. إلى المثال الموالي، ها هو لدينا هنا 600. حسنا، انتظروا لحظة، لماذا تغير لون الشاشة؟ لا أعرف حقا، أرجو حقا أن يكون ذلك واضحا لكم. حسنا، انظروا، لدينا هنا 697.092 × 5.22. سنكتبها ببساطة، 7 × 6 = 92 × 5 أولا، ثم 5، ثم 22. ننجز عملية الضرب ببساطة شديدة. 2 × 2 = 4. 2 × 9 = 18. نكتب 8 ونحتفظ بالواحد. 2 × 0 = 1. 2 × 7 = 14. نكتب الواحد ونحتفظ نكتب الأربعة ونحتفظ بالواحد. 2 × 9 = 18 × 1 = 19. نكتب 9 ونحتفظ بالواحد. 2 × 6 = 12 × 1 = 13. انتهينا من الأول، نضع النقطة ونمر. نفس الأعداد، بما أننا سنضرب في الاثنان، لا بأس، سنختصر. 4 9 3 1. ثم نضع النقطة ونمر إلى الخمسة هنا. 5 × 2 = 10. نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. 5 × 9 = 45 × 1 = 46. 5 × 0 = 4 × 4. 5 × 7 = 35. نكتب 5 ونحتفظ بالثلاثة. 5 × 9 = 45 × 3 = 48. 5 × 6 = 30 × 4 = 34. حسنا، هذه نجمعها، هنا 4، هنا 12، نكتب 2 ونحتفظ بالواحد. هنا 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. حقا، هنا 5 6، 6 × 6 = 12. نكتب 2 ونحتفظ بالواحد. 10 × 8 = 18. نكتب 8 ونحتفظ بالواحد. هنا 4 × 5 = 9 × 9 = 18. أخرى، لدينا 2 × 3 = 5 × 5 = 8 = 13. نكتب 3 ونحتفظ بالواحد. ثم هنا لدينا 4 × 2 = 6، ثم 3. إنه رقم طويل عريض. الآن جاء دور الفاصلة. لدينا هنا 1 2 3.
هنا واحد اثنان، نجمع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نجمع الأعداد، ليس نجمع الأعداد، ما هو العدد الجملي للأرقام بعد الفاصلة؟ لن تجمعوا أحبتي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذن النتيجة تصبح ماذا؟ لدينا هنا ثلاثة ستة ثلاثة ثمانية فاصل، انظروا بعد الفاصلة لدي رقم اثنان ثلاثة أربعة خمسة، قلنا إن شئتم اكتبوها جميعا، ولكن يمكنكم أن تكتفوا فقط بثلاثة أرقام، نكتب 820 ببساطة شديدة. هذه هي النتيجة. هذا حسن، هذا المثال لكم أن تنجزوه أنتم، لأن الفيديو قد طال بطريقة غريبة، ولذلك أحبتي سأكتفي، أنا أعطيكم ذاك المثال كتطبيق مباشر لما رأيناه مع بعضنا. انظروا، إذا ضربتم، إذا استعملتم الضرب أولا في الأعداد العشرية، فإن مكان الفاصلة غير مهم، لأنكم ستهتمون بها فقط إذا تحصلتم على النتيجة النهائية. فقط بعد تحصلكم على النتيجة عودوا إلى الأرقام الأصلية واحتسبوا عدد، عودوا إلى الأعداد الأصلية واحتسبوا عدد الأرقام الموجودة قبل الفاصلة من هذا الاتجاه، ثم افعلوا نفس الشيء في النتيجة. كذلك إذا ضربتم عددا عشريا في آخر غير مهم، إن كانت الفواصل تحت بعضها أو مجانبة أو مخالفة غير مهم، لأن الفاصلة ستهتمون بها فقط إذا تحصلتم على النتيجة الأخيرة. في حالة تحصلكم على النتيجة الأخيرة، لأنكم ستضربون كما نضرب الأعداد الصحيحة الطبيعية ببساطة شديدة، أما إذا تحصلنا على النتيجة النهائية نعود إلى الأعداد الأصلية ونحتسب عدد الأرقام الموجودة قبل الفاصلة المستعملة في العددين، ثم نفعل بنفس الطريقة، نحتسب نفس عدد الأرقام ثم نضع فاصلة في النتيجة، وهكذا تتحصل على نتيجة صحيحة. انظروا، هذا تطبيق ستجدون نتيجته مباشرة تحت الفيديو في الوثيقة المصاحبة. إذن أحبتي إلى هنا أرجو حقا أن يكون شرحي مفصلا وأن تكونوا قد فهمتم الطرق أو الطريقة. شكرا لكم على المتابعة، وانتظروني في فيديو قادم.